أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: انخفاض على درجات الحرارة في مدينة مكة المكرمة وفي عموم منطقة تهامة مكة اعتبارا من يوم الجمعة، أيضا طقس مستقر في عموم المناطق ولا توجد فرص للأمطار في أغلب مناطق شبه الجزيرة العربية. نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم لتوضح خلو عموم منطقة الجزيرة العربية من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية هنا في أقصى جنوب المملكة، هي ناتجة عن بقايا لبعض الحالات أو بعض الغيوم التي تشكلت في منطقة بحر العرب وتحركت نحو الجزيرة العربية على شكل غيوم عالية بدون فعالية. ننتقل الآن وإياكم لتفاصيل درجات الحرارة بهذه الخرائط الجوية لتوزيع الكتل الهوائية، حيث يلاحظ اندفاع لكتلة هوائية معتدلة الحرارة في المنطقة الشمالية تعمل على انخفاض في درجات الحرارة لتعود لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. منطقة مكة المكرمة عموم منطقة الغربية تبقى الأجواء حارة يوم الخميس، لكن اعتبارا من يوم الجمعة تنخفض درجات الحرارة لتصبح في بداية الأربعينيات في تلك المناطق، وبالتالي تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. المنطقة الشرقية الوسطى الجنوبية والجنوبية الغربية تبقى درجات الحرارة حول معدلاتين مثل هذا الوقت من العام، تكون في بداية الأربعينيات في المنطقة الشرقية، تكون في أواخر الثلاثينيات في المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض، بينما تكون الأجواء أكثر اعتدالا في المرتفعات الجنوبية الغربية، نقصد هنا المرتفعات الجبلية العالية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسوى الطقس صافي مع 26 درجة مئوية، نسب الرطوبة منخفضة حوالي 19% فقط، أما الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة للثلاث أيام القادمة والتوقعات الجوية للعاصمة الرياض: يوم الخميس 40 إلى 26 درجة مئوية مع طقس مستقر، الجمعة انخفاض خفيف على درجات الحرارة 39 درجة مئوية إلى 27، بينما يوم السبت تسجل 40 إلى 27 درجة. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.